العالم دائما انه يعني دائما ياتي الكلام بعد المباراه بعد الفوز، وكذلك بالنسبه بعد يعني مباراه التي تكون فيها نتيجه سلبيه نعلم انه صعب جدا يعني التكلم فيها حول المباراه. نعم يعني انا تفاجات بالمستوى الفني للاعبين في المملكه، يوجد لاعبين يعني عدد كبير من اللاعبين الموهوبين والذين يتوفرون على امكانيات فنيه عاليه. اظن انه بالنسبه للمباراه الاولى يعني الفريق والمباراه الثانيه الفريق كان يعني الاهداف التي كانت تسجل فيه كانت تسجل في الدقائق الاخيره، واظن ذلك ناتج بسبب يعني قله التركيز يعني في الدقائق الاخيره. وهناك عامل اخر كذلك اثر على الفريق انه مجموعه من اللاعبين او اغلب اللاعبين المتواجدين هنا لا يشاركون يعني في مباريات مع انديتهم، وذلك يؤثر على يقتصر ما يتعلق بجانب الريتم او ايقاع المباريات، فهم لا يتوفرون على هذا الجانب. يعني بالنسبه للمباراه اليوم كذلك انا اريد ان اقول يعني كلمه حول مباراه اليوم اكيد بالنسبه للمنتخب الياباني هو منتخب يعني متمكن لدي امكانيات جيده واستطاعوا ان يبرزوها خلال هذه المباراه، على عكس فريقنا اليوم يعني خاص في بدايه المباراه لم نبين على حده وشده في اللعب، حيث بدانا بايقاع بطيء يعني جدا مما ترى على باقي مجريات المباراه. يعني اظن انه المباراه الثانيه كان لها تاثير على الفريق. فيما يتعلق بمده المعسكر فشيء طبيعي، يعني معسكر الايام شيء جيد بالنسبه ان اللاعبين يلعبون مباريات عدد كبير من المباريات على اساس انه يكون في تفاهم افضل. من ناحيه يعني ايصال المعلومه او ايصال الفكر، نحن حاولنا خلال هذه الفتره من خلال المحاضرات، واظن انه لديهم فكره تامه عن طريقه اللعب وكذلك عن فلسفه العمل.